عايز اي مشاكل كنت فور مو في اي حته. ايه يا بلال؟ المكان شكله فاضي يعني. وهو سايب لك واحد بس من رجالته معاك. والكلام ده انت قايله لاخويا ومأكد عليه في التليفون. ايه يالا؟ انت عامل لنا كمين ولا ايه؟ كمين ايه يا ابو الاكمنه؟ راجل وساب واحد رجله مقطوعه. هيسيب معاه 200 واحد يحرسوه؟ وبعدين لو قلقان انه كمين، روح. ماشي. قلت حاجة لجعفر ولا قبل ايه؟ يا عم ما قلتش. أنا عند وعدي مع شوقي وهرسيه على كل حاجة، بس الأول آخد الفلوس. حاضر وأنا موافق. الكمين إيه؟ متجمعين عند النبي. دي حلوت. ازيك يا بلال؟ ازيك يا بلال؟ انت عرفت منين اصلا ان هو هنا؟ عرفت زي ما عرفت. حكيت لجعفر. هو كل شويه يجي حد يسالني حكيت لجعفر، حكيت لجعفر، حكيت لجعفر. ما تنيلتش حكيت حاجه. بس ممكن احكي لو ما تحينتش. عارف يا بلال، انت لو ربنا افتكرك هتحل مشاكل كتير قوي، اهمها ان انا اعرف انام كويس. ما اصلك انت الامل الوحيد لجعفر ان يعرف كل القديم. ده انت شيطانه برصت. السواد الطافح اللي جواكي هو اللي غرقك كل. نطيتي جعفر وضيعتي عمري ورجلي، حتى اخواتك واهلك كمان. انت خربتيها ولبستي الكل معاكي. انا ست وحشه، وحشه قوي، وحشة وشريرة. عايشة مع الراجل اللي قتل أخويا، وضحكت عليه وفهمته إن أنا حامل علشان لما أجي أخطف ابنه ما تشكش فيا. كلمته لحظتها، قلت له يا جعفر الحقني، ضربوني وسقطوني وأنا ما بخلفش. لا، ده أنا خليت كمان الدكتور يضحك على جعفر معايا. وجعت قلبه هو وسرايا العمر كله على ابنهم. لا يا بلال، ده انا شريره قوي، ده بجد والله العظيم مش كلام. ده انا عملت كل الراضي. بس بيني وبينك كده لما قعدت فكرت فيها قلت لا، ما تتقفلش كده، تتقفل كبيره قفله تليق بيا. اقتل وانت صاحب النصيب. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.